جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو قسوة قلبه، فالرسول قال له عليه الصلاة والسلام: امسح على رأس اليتيم وأحسن إليه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. هذا ما معناه؟ أن هذا من الأسباب، ومن الأسباب أن تذكر الله بسم الله الرحيم، ومنها إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ومن بركاتها من قرأها بعدد معين كنحو 1000 مرة البسملة كاملة، هذا للرزق ولقضاء الحوائج، ومجرب بإذن الله تبارك وتعالى. فمن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 1000 مرة بنية حسنة بلفظ صحيح تقضى حاجته، اقرأها على نية معينة. ومعنى بسم الله الرحيم الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة،